وفي الختام، يشتكي سكان حي المقران سيتي أوشي سابقا من وضعية الملعب البلدي الذي أصبح خطرا عليهم وعلى أبنائهم التي كثرت به الحشرات والأفاعي، وكذا الأرضية الترابية غير الصالحة للدورات التي تقام في الملعب العتيق الذي تكون فيه الأجيال أو أجيال من لاعبي كرة القدم. والمراسلة للزميل مساب العيدي. نارنا في حي المقراني اكس سيتي وشي، بكري كانوا يسموه سيتي وشي. هذا الملعب اللي يدار ديبوي دي زاني 70 اللي الناس ما كاع يعني كاع اللعابه تاع بسغاليم راهم فاتوا هنا. رانا ديجا رانا قلناها راهم حدانا مدارس هنايا اللي رانا باغيين باش يديروا هنا سبور عندنا هنا في هذا التيران هذا، باش ما يدوهمش يهودوهم حتى البيفوك مع الازدحام تاع السيارات، وراهم مغبونين بزاف. حنا عندنا سوبرفيسي هنا تاع الملعب 1300 متر كاري، رانا نطالبوا باش يديروا لنا او موان ملعبين جواريين واسباس فير للصغار. عندنا ولادنا راهم يلعبوا هنا، عندنا الحيوانات راهم يخرجوا لنا، عندنا بزاف صوالح، رانا مباصين، رانا نحرقوا، رانا نغبنوا جوارينا. هنا ما كاش كاع اللي سمعنا، الرئيس من 2017 اوت هو يوعد فينا راني جاي راني جاي حتى ليومنا هذا. هذا الملعب راه من اوائل الملاعب في مستوى غانم، وراني نشوف قاعد هو الاخير، رموا كل الملاعب في مستوى غانم الا هذا الملعب، ولا بعد اثنين ولا ثلاثه في مستوى غانم يبقاو. نطلبوا من السلطات باش يجوا ان شاء الله يشوفوا هذا الملعب وياخذوه بعين الاعتبار ويرموه هنا ان شاء الله، باسكو راه كاين دراري تاعنا راهم يلعبوا هنا، كاين دي فيتيرون حشيه يجوا يلعبوا، وهذه الغبره هذه راهي تشكل خطر على الصحه تاع اللعابه.